الحديث عن تظاهرات الجالية العراقية في الخارج ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل الناشط المدني خالد النعيمي. أهلا بكم خالد. مرحبا، أهلا وسهلا. سيد خالد، يعني على غرار باقي الجاليات العراقية في مختلف الدول، في الدنمارك، هولندا، الجالية العراقية في بلجيكا خرجت وشاركت في وقفة أمام السفارة العراقية في بروكسل لمساندة التظاهرات الشعبية في العراق. كيف كانت أجواء هذه الوقفة الاحتجاجية؟ شكرا لكم، تحياتي لكم ولقناة الرافدين الأخوة المشاهدين. لا شك أن أبناء الجالية العراقية في بلجيكا اليوم خرجوا وعبروا عن موقف وطني عراقي أصيل، حيث أعلنوا تضامنهم مع أخوانهم وأهلهم المستقرين في العراق. كذلك أعلنوا عن استنكارهم وغضبهم من الاستخدام العنف والقوة وإطلاق النار ضد المتظاهرين السلميين، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مسالمين لم يكن معهم سلاح. هذه السياسات وهذه الطريقة في التعامل مع التظاهرات السلمية تدلل على العقلية الهمجية الميليشياوية لهذه الحكومة التي أصبحت فعلا حكومة ميليشيات. سيد خالد، يعني ما مدى أهمية مثل هذه المساندة إن صح القول، أن تخرجوا وأنتم تتواجدون خارج الوطن لمساندة المتظاهرين في الداخل؟ نحن أردنا في هذه المظاهرة وفي هذه التواجد أن نعلن ونسمع صوتنا لأهلنا في الداخل أولاً، وللرأي العام في الدول التي نعيش فيها بأننا متضامنون معهم ومؤيدون لمواقفهم ولتظاهراتهم، خاصة أنها طلبات مشروعة وطلبات يجب أن تنصاع لها حكومة المنطقة الخضراء. وأيضا حتى هؤلاء اللي موجودين في الخارج فهم اضطروا للخروج من بلدهم نتيجة لهذه الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب العراقي. نعم، هل قدم المشاركون في هذه الوقفة أي رسالة لمسؤولي السفارة، أو تمت مقابلتكم من قبل المسؤولين هناك؟ حقيقة يعني هذا الموضوع كانت هناك طلبات، ولكن عندما تواجدنا أمام السفارة كان هناك رأي بأننا لن نقابل السفارة ولن نرسل طلبات للسفير والسفارة، لأن هذه السفارة هي جزء من هذه الحكومة، ومطالب الشعب العراقي أصبحت واضحة لصاحب القرار الموجود في بغداد، وعليهم أن يستجيبوا لها بأي طريقة ممكنة، لأن الوضع في العراق لم يعد يحتمل، وأن المواطن العراقي لم يعد يحتمل هذه الضغوطات التي مسلطة عليه في كافة مناحي الحياة. نعم، أستاذ خالد، كما ذكرنا في البداية خرجت الجالية العراقية في مختلف الدول الأوروبية المجاورة، هل هناك أي تنسيق بينكم كجالية عراقية تتواجد في بروكسل وباقي الجاليات؟ بالحقيقة أنه فعلا مثل ما تفضلت، في معظم الجاليات العراقية في الدول الأوروبية يعني خرجت، وبعض الدول سوف تخرج خلال اليومين أو الثلاثة القادمة، وهم أمر طبيعي يعيشون نفس الإحساس ونفس الشعور عندما يشاهدون ما يحصل في العراق من قمع وقتل لأخوانهم وأهلهم. فبالتأكيد هذا الوضع يثير حماسهم ويثير مشاعرهم، لذلك هم يخرجون بطريقة تلقائية للتعبير عن هذه المواقف. أشكرك جزيل الشكر الناشط المدني خالد نعيمي، كنت معنا عبر الهاتف من بروكسل.